هاي بنات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو النهارده عن حمومه العيد. يعني ايه حمومه العيد؟ زمان اما كان يبقى خلاص داخل عيد بيبقى لازم نستحمى حمومه العيد، لازم ليله العيد يبقى فيها حمومه. ليه؟ لان الحمومه دي بتبقى كده اللي هي جامده دي، عارفينها اللي هي بتبقى بتتمرش فيها كده وتخرج منها يعني ورده مزنهره، تمام؟ فالنهارده هقول لكم على التبس اللي انا بعملها عشان اخد شاور هادي وحلو ونريلاكس كده فيه وننبسط، وفي نفس الوقت بشرتي اطلع من الشاور جامده جدا وناعمه وكل حاجه، واظبطها بكل الاشكال والالوان. اهم حاجه في الشاور انه ما يكونش ممل، يعني ما احسش ان انا عماله احط ماسك على جسمي وارجع اشيل ماسك واشطفه واحط ماسك. عايزه احس ان الشاور سريع وفي نفس الوقت انا بستفاد منه. الخطوات اللي انا هقول لكم عليها هم 15 خطوه، السر في ال 15، خدوا بالكم 15 خطوه. ممكن يبانوا ليكم ان هم كبار قوي، بس اهم حاجه ان انت تكوني مرتباهم عشان لما تخشي ما تحسيش ان انت زهقانه، انا بقالي ساعه حاطه ماسك، بقالي ساعه بعمل كذا. لا، تكوني منظماهم عشان تاخدي شاور ممتاز، تكوني ريلاكس فيه وتنبسطي، وفي نفس الوقت تاخدي منه نتيجه حلوه على بشرتك. هقول لك على المنتجات اللي انا بستخدمها ان كان للشعر او كان للجسم، وانت بقى از يو لايك اختاري من الحاجات ال 15 اللي انا هقول لك عليهم دول اللي موجود عندك واللي يفيدك استخدميه واعملي بيه. بس انا هقول لك بس الخطوات بمشي بيها ازاي عشان الشاور بتاعي يكون لطيف كده واكون استمتعت بيه. بس كده يا حلوين، يلا بينا على طول نبتدي. ما تنسوش قبل ما نبتدي الفيديو تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا تحت في القناه وفي القناه الثانيه بتاعه الفلوج، وكمان تعملوا لي فولو على انستغرام، الاسم اللي هيكون ظاهر قدامكم على الشاشه دلوقتي، واروح امسح الروج ده او التانت ده كده عشان نسيت امسحه قبل ما اصور، وارجع لكم تاني. طبعا انا مكسله جدا احط اضاءه وتصوير والحاجات دي، احنا مش بنعمل توتوريال عشان احتاج احط سيت اب واظبط الدنيا، فقلت خليني كده قدام الشباك، وبقالي كتير قوي ما صورتش وانا واقفه، فعايزه اصور وانا واقفه، زهقت من القعاد والكلام ده كله. يلا خليني اقول لكم. اول حاجه اما باجي ادخل الشاور، اول حاجه بعملها هي اني بغسل شعري. هتقولي لي طب عادي ما كلنا اول ما نخش بنغسل شعرنا؟ لا، بغسل شعري بس ما بستحماش، بغسل شعري بس الاول بالشامبو، وانا الشامبو اللي انا بستخدمه هو هيد اند شولدرز اللي هو بالفحم، لان انا بيجي لي قشره في شعري، فهيد اند شولدرز الوحيد اللي بيخلي القشره ما تطلعش، اول ما بطله القشره ترجع تاني، يعني هو ما بيعالجش، وحاجه مؤقته كده عشان موضوع القشره ده. وانا دايما في الصيف كده دخول الشتاء ببدا موضوع القشره ده، والموضوع مع الصيف بشع جدا، فهو بيقلل الحكه وبيقلل كمان القشره. فبغسل شعري بالشامبو عادي زي ما قلت لكم. بعد كده بعمل ماسك لشعري، لان الماسك اللي انا بستخدمه ده لازم الشعر يكون نظيف، فانا بستخدم الماسك ده اللي هو بتاع فاتيكا اللي اسمه، استنوا عشان ده حمام زيت مكتوب عليه حمام زيت، تغذيه مكثفه ويصلح ويقوي للشعر التالف والاطراف المتقصفه، وهي دي المشاكل فعليا اللي عندي. من ساعه ما استخدمته الصراحه بقى مخلي شعري حلو قوي، مقلل الهيشان، بقى شعري طري، يعني ما كنتش متخيله من كتر ما بشوف ريفيوز عنه، ما كنتش متخيله الصراحه ان فاتيكا يطلع منه حاجه حلوه، فسبحان الله طلع تحفه تحفه تحفه. فبروح عامله ماسك لشعري واروح لابسه بقى اللي هي البوني دي اللي هي بيبقى شكلها معاق جدا، بس بروح لابساها وتمام كده. بعد كده بروح فاتحه الميه السخنه في البانيو. لو انت ما عندكيش بانيو تمام، هاتي اي جرده الميه وافتحي ميه سخنه، تمام؟ عشان ايه؟ مش الفكره انك تملي جرده الميه قد ما يبقى فيه بخار في الحمام، فتقدري كده تعملي ستيم لجسمك او مسام جسمك تتفتح، اوكي؟ وطبعا بيعمل حمام بخار برده لشعرك بالمره، فانت جسمك بيستفاد وشعرك بيستفاد. خليني اجيلكوا كده شويه عشان ابقى في وش الشمس فتبقوا شايفيني، لان حاسه ان الكاميرا في حتت كتير فيها ضلمه، فعلى الاقل يكونوا شايفين وشي. المهم يا بنات، في وسط الستيم اللي انت بتعمليه طبعا شعرك بيستفاد من الموضوع ده، حمام بخار لشعرك بدل ما تفضلي تحطي اللي هي البتاعه اللي بتعمل بخار دي وطلع منها كوارث كتير. في وسط بقى ما البخار ده شغال في الحمام وكاني قاعده في ستيمر بالظبط، بعمل سكراب لجسمي. السكراب اللي انا بستخدمه لجسمي هو نفس السكراب اللي انا بستخدمه لبشرتي، بس وشي بستخدمه مره في الشهر، لكن ده كل شاور مفيش مشكله. فبستخدم السكراب ده بتاع سانت ايفز، تقدري تستخدمي اي سكراب، سكراب قهوه، سكراب قهوه بعسل، سكر بقهوه، اللي انت عايزاه استخدمي. اوكي يا بنات، بعد ما بخلص السكراب لكل جسمي بعد كده ببدا اشطف جسمي من السكراب اللي هو فيه، تمام؟ وابدا اعمل شيفنج لجسمي.
بصوا يا جماعه، انا ما اعرفش التوتوريال اللي بتتعمل للناس اللي بتعمل سويت او واكس او الحاجات دي كلها، بس انا بقول لكم التوتوريال اللي بتتعمل للناس اللي بتعمل شفره او بتستخدم ماكينه الحلاقه النسائيه. تمام، انا بستخدمها على طول بعد ما اعمل سكراب. عموما يا بنات، ازاله الشعر ما تعمليها لاي مكان، ان كان وشك ان كان جسمك، لازم قبلها تعملي سكراب. السكراب بيساعد ان انت تشيلي الجلد الميت، فما بتيجي تعملي شيفنج خلاص الدنيا بتبقى تمام وزي الفل، مش محتاجه بعد الشيفنج تروحي عامله تاني سكراب، فاهمين؟ فخلي السكراب دايما قبل الشيفنج. بروح عامله الشيفنج بقى لجسمي كله، ايا كان بقى انت بتستخدميه لاماكن معينه او اماكن لا، جسمك كله از يو لايك. بعمل شيفنج لجسمي كله، وبعد كده خلاص ببدا اشطف شعري من الماسك اللي انا حطيته اللي هو بتاع فاتيكا. ببدا اشطفه بميه بس، ما بتغسليهوش بشامبو، بتغسليه بميه بس، وبعد كده برجع احط الكونديشنر او البلسم. انا بستخدم برده البلسم بتاع هيد اند شولدرز، ما فيش اي مشكله فيه، تمام وزي الفل. بعد كده تبداي بقى ايه، تليفي جسمك او الليفه بتاعت الجسم، وتستخدمي اي شاور انت بتحبيه. انا بستخدم دايما بتاع لوكس على فكره، لاني بحبه جدا، يعني الروائح بتاعته حلوه، يعني فريش كده، مناسبة للشاور. اوكي يا بنات، كده الشاور كان سريع جدا، وفي نفس الوقت استفدتي من كل حاجة، عملتي سكراب، عملتي ماسك لشعرك، يعني خلاص جسمك اتعمل له ستيم، حسيتي كمان ان انت ريلاكس، عندك وقت ان انت تقعدي في البانيو شوية في المية. اوكي تمام، على فكرة الموضوع ده بيفرق جدا مع نفسية الواحد، يعني انا اخش كده اقعد في البانيو شوية في مية دافية ريلاكس، بيفرق جدا صدقوني، بيفرق جدا. يعني المهم خلاص انت خلصتي الشاور بتاعك ولميتي شعرك بالفوطه وخلاص تمام، مفيش مشكله. متبقي بقى الجسم تنشفيه كويس جدا، وبعد ما تنشفي جسمك كويس جدا لازم ترطبيه. انا الفتره دي بستخدم الكريم ده، بيتباع في الجمعيات والسوبر ماركت، اسمه كريم 21، مش عارفه ده ايه، بس الكريم ده تقيل قوي، لان انا بشره جسمي جافه موت، فلازم اديها كريم قوي. بعد كده ترطبي بشرتك زي ما قلت لك بالكريم المرطب عادي جدا. بعد كده عندك اوبشن بقى تقدري تستخدميه او مش عايزه، هي الباودر بتاعت الجسم. الباودر بتاعت الجسم بتساعد ان الجسم يفضل ريحته حلوه مده اطول، يعني بتحافظ بجد على الروائح بتاعت الجسم، وهي كمان ريحتها حلوه جدا. الباودر دي بتاعت انشانتر، البنات بيقولوا ان هي بالفرنساوي ليها اسم تاني، بس انا ماليش دعوه، انا بقرا العربي اللي موجود عليها ومكتوب عليها انشانتر. ريحتها حلوه جدا، وبتخلي الجسم يفضل فتره طويله ريحته تحفه. تمام، بعديها على طول نيجي بقى للبادي ميست. البادي ميست والبادي سبلاش، طبعا بنات كتير مش عارفه الفرق ما بينهم، كنت قلت قبل كده على انستجرام الفرق ما بينهم ايه. البادي ميست المفروض ان هو للناس اللي بتكسل ترطب بشرتها، فبترشه على بشرتها از مرطب وفي نفس الوقت عطر يعني، لكن البادي سبلاش هو عطر بس للجسم، للناس اللي اوريدي رطبت بشرتها. فعليا الاثنين زي بعض، ما يفرقوش اي حاجه عن بعض، البادي ميست هو البادي سبلاش، الاثنين زي بعض، فانا بالنسبه لي ما فيش اي فرق يعني. خلاص حطيتي البادي ميست بتاعك او البادي سبلاش از يو لايك، تقدري بعد كده تحطي البرفيوم في الاماكن بقى اللي هي فيها، اللي بتحافظ على الحراره بتاعه الجسم او فيها الاورده، زي ورا الودان، الحتت دي، الحته بتاعه الكوع، تحطي في الركبه بتاعتك، ورا ركبتك، الاماكن دي بتفضل محتفظه بالعطور في الجسم. كده خلصنا خلاص حاجه الجسم، خلاص جسمك كده بقى تمام وزي الفل. وخدوا مني بجد، انا بعمل الحاجات دي كل شاور، وبجد بتفرق قوي، بتفرق قوي قوي قوي. نيجي بعد كده يا بنات للجزء بتاع الشعر، خلاص الجسم كده بقى تمام وتظبط وريحته حلوه ومترطب ومفيش اي مشكله. نيجي بقى للجزء بتاع الشعر، انا اكتر بني ادم في الكون جرب منتجات شعر وكلهم فشلوا معايا، مفيش اي حاجه ظابطه، اي حاجه ولا منتج واحد. انا مش طالبه من اي منتج ان هو يخلي لي شعري حرير ويخليه ناعم ويجري كده ورا اطلاقا، والله انا طلباتي ضعيفه جدا، ان شعري ما يهش بس، مش عايزه الاقي شعري هوبا، عارفين اللي هو هوبا يروح منتفش كده فجاه، فاهمين؟ المهم كنت مره كده بقلب في انستجرام على الاي جي تي في، اتفرجت على فيديو على الاي جي تي في على انستجرام لبسمه، بسمه هحط لكم لينك القناه بتاعتها تحت في الديسكربشن بوكس، هتنبسطوا قوي عندها بجد، هتنبسطوا. بسمه كانت بتتكلم فيه على بذور الكتان. بصوا انا من الناس اللي في الجروب بتاع الكيرلي هير، بتاع مش عارفه عاملين جروب كده بتاع الكيرلي هير على الفيسبوك، ازاي تحافظي على شعرك كيرلي صحي. كنت كل ما اخش اسمع بذور الكتان، بذور الكتان، بذور كل حته، بذور الكتان. يا جماعه هو انتوا اكتشفتوا اكتشاف ما حدش اكتشفه؟ مليت شويه وحسيت ان الناس بتافور في الموضوع، يعني هو عايز الناس اللي اوريدي عايز تعمل شعرها كيرلي يعني.
anyway. المهم فبتفرج على الفيديو ده كده بالصدفه عند بسمه، لقيتها بتعمل طريقه بذور الكتان، بس مش بطريقه ان انت تحطيه في ميه سخنه زي ما كل الناس بتعمله وتغليه وتاخدي الجل بتاعه، لا هي بتعمله على البارد. يعني ايه على البارد؟ بصوا مش عايزه اهريلكم في الفيديو كتير، انا عايزاكم تروحوا تتفرجوا على الفيديو بتاع بسمه، هحط لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف عشان تروحوا تفهموا اكتر زي ما انا فهمت. يعني عايزاكم تروحوا تتفرجوا على الفيديو بتاع بسمه. المهم عملت الطريقه بتاعت بسمه دي اللي هو بذور الكتان، وجربتها على شعري ومليت بيه الازازه دي، شايفين مش متبقي غير الحبه دول، وحاطه تاني في الثلاجه عشان اما الحبه دول على طول يخلصوا اخد اللي في الثلاجه على طول. بجد يا بنات اختراع يا كوتش، تسلم ايدك يا بسمه على الاختراع ده، بجد جامد جدا. اولا بيحافظ على شعري، بيخلي شعري كده فيه لمعه حلوه، وثانيا بيخلي شعري كده ما يهش، لا بصرحه كده وارجعه لورا بيفضل راجع كده من غير ما تلاقي فيه حاجات كده فرحت واقفه فجاه، لا بجد ممتاز. شكرا 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 يا بسمه على الاختراع الهايل ده، لانه بجد تحفه. بسمه حاطه في الفيديو بتاعها كذا طريقه تقدري تستخدميه بيها، از كونديشنر، از ماسك، از ان انت تستخدميه بعد ما تسرحي شعرك او انت بتسرحي شعرك اللي هو ليفن، ان انت بتسيبيه على شعرك. هي حاطه كذا طريقه، اختاري منهم الطريقه اللي تحبيه. انا الطريقه الوحيده اللي حبيتها هي ان انا اسيبه على شعري زي الكريم، زي بديل الزيت كده، فاهمين؟ لانه القوام بتاعه خفيف جدا. بس عندي معايا مشكله واحده، وهي ان للاسف 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 ريحته وحشه، ريحته وحشه قوي قوي قوي. فانت لازم تعوضي الريحه دي بحاجه، وسبيشال لو انت متجوزه، لان اكيد جوزك هيشم ريحته، فلازم تعوضيها بحاجه. انا بعوضه بالتوريزمي اكسبرت ده، ده سبراي بتحطيه على شعرك. المفروض السبراي ده بتحطيه قبل ما تعملي شعرك بيبي ليس وسشوار عشان يحافظ عليه من الحراره، بس الصراحه ريحته جميله، فبيعوض معايا الريحه الوحشه اللي بتطلع من بذور الكتان. فكده انا تمام جدا جدا جدا، وما عنديش اي مشكله، بذور الكتان بالنسبه لي تمام جدا، وعامله واحد تاني في الثلاجه عشان ده اول ما يخلص. بعد كده بقى عشان تحسي كده بحلاوه العيد بقى وجماله والحاجات دي، اعملي شعرك سشوار او بيبي ليس او از يو لايك. انا بستخدم، هوريكم الحاجات اللي انا بستخدمها، انا بستخدم الباناسونيك دي تمام از سشوار. دي يا بنات مش بتعمل الشعر ستريت زي البيبي ليس، لا دي بتخلي الشعر كانه معمول له سشوار، كانه ملموم الهيشان بتاعه مفروض كده بس بشكل كويس، يعني مش اللي هو مفروض زي الملوخيه كده ستريت، لا يعني في يعني موجه عبيطه قوي، بس الحراره بتاعته مناسبه، مش بتحرق الشعر، مش ما تحسيش ان انت كده بتقفريها على شعرك يعني. فانا النتيجه بتاعت ده بحبه جدا. وكانت اتكلمت عن الجهاز ده قبل كده مريم صقر، وقالت لكم قد ايه هي حبت الجهاز ده وقد ايه هو جميل وبيخلي الشعر كده شكله طبيعي، يعني مش باين ان انا عامله شعري بيبي ليس يعني. وعندي الاوبشن الثاني، اما مبيبقاش ليا مزاج لي دي قوي وعايزه شعري كيرلي بس يبان معمول بس كيرلي، هوريكم البتاع اللي انا استخدمت اللي بس استخدمها، وهحط لكم اللينك بتاع دي واللينك بتاع المنتج التاني اللي هوريه لكم او الجهاز التاني اللي انا هوريه لكم ده تحت في الديسكربشن بوكس. تاني حاجه بحب استخدمها هو ده اللي هو الكيرلر، اللي هو بتلفي عليه الشعرايه بتاعتك فتنزل كيرلي. البتاع ده ملوش براند، يعني كان نفسي اقول لكم على اسم ليه بس ما اعرفش اسمه، 6 بي، بس هو صيني على فكره او ياباني حاجه كده مش عارفه. بيجي معاه خمس او ست رؤوس تقريبا، وبيجي معاه جلوفز اسود كمان عشان تعرفي تمسكي البتاعه دي وما تتلسعيش منه. بجد ده خيال، الست رؤوس اللي معاه بكذا شكل كيرل، الكيرل الضيق والمتوسط والواسع والكيرل الصغير الملفوف ده. لا بصراحه ده بحبه جدا، مع انه صيني ومش ماركه، بس ما شاء الله عايش معايا بقاله سنه ونص وبحبه جدا. هحط لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. وبكده يا بنات تكوني يعني ايه، ثواني، تكوني كده ظبطتي نفسك ليله العيد، خدتي الشاور اللي زي ما بيقولوا على ابوه في اسكندريه بيقولوا عليه كده، يعني كده خدتي الشاور التمام، شعرك استفاد، جسمك استفاد، وفي نفس الوقت حسيتي كده ان انت فريش، وحسيتي اهم حاجه بالعيد. بس كده يا بنات دي المنتجات اللي انا بستخدمها، ودي طريقه الشاور اللي انا بعملها، او دي الخطوات اللي انا بمشي عليها اما باجي اخد شاور. يا رب الفيديو يكون فاتكو باي حاجه في الدنيا، ما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تشتركوا تحت في القناه، وتروحوا كمان تشتركوا في القناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وما تنسوش كمان تعملوا لي فولو على انستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.